مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في لقاء جديد، لقاء مباشر على الإذاعة القريبة منكم ميد غاديو، برنامجكم سيدتي سادتي. سعيدة بلقائكم، التواصل معكم مجددا، شهية طيبة كنتمناها لكل من على مائدة الغداء، وطريق السلامة لكل من على الطريق. يومكم سعيد مستمعينا الكرام أينما كنتم. وكالعادة كل يوم أربعاء مشرفانا ومنورانا لالا خديجة الحجوجي، خبيرة الموضة، الإجابة على كل أسئلتكم. مرحبا بك لالا خديجة. مرحبا بسكينة، ومرحبا بمستمعين ومستمعات اللي معنا هذا الصباح، والطاقم التقني اللي كيرافقنا دائما، ومرحبا بالجميع. الله يطول عمرك. بداية لالا خديجة، كنبغيو نهنئو طه، كنقولوا ليه ألف مبروك الدبلوم ديالو، الله يكمل بالخير ويفرحك ربي به. يا ربي آمين. وإن شاء الله شوف كي كتمنى يا رب. ألف مبروك للأسرة والعائلة والسي طه اللي كيسمعنا دابا. ربي يخليك، شكرا. ويا ربي إن شاء الله يكونوا الوليدات المسلمين كاملين قاريين وفي نفس المستوى إن شاء الله يا ربي، واللي تعذب على شي وليدات الله يفرحوا بهم. آمين يا رب. الله يعطي الصحة للأمهات وحتى الآباء اللي كيعاونوا وليداتهم، اكزاكتومون ملي تينجحوا الوليدات فرحنا اللي كننجحوا، والوقت اللي كيقول لك ولدك راني نجحت فكتبكي طبيعة الحال ملي كتبكي هذوك الدموع هما ديال هما اللي كيخليوك انك تزيدي تصبري معاه وتوصلي ان شاء الله لاي مستوى بغا. والله يخلينا على خير ويخلي الامهات كاملين اللي كيرافقوا وليداتهم في المناصب العليا. امين يا رب، الله يكمل بالخير. و لالا خديجه، اليوم غادي نواصلوا الدردشه ديالنا دائما على الموضه وعلى الموضه التقليديه بطبيعه الحال. كيف ما سبق وتكلمنا لالا خديجه، يعني انت خبيره الموضه ماشي فقط غير في التقليدي، انت كتشتغلي حتى على العصري. يعني ملي كنقولوا ستيليست هي كتخدم بواحد الطريقه معينه، عندها دي باترون اللي كتخدم عليهم بطبيعه الحال، كتوصل على المانكان، يعني ممكن انها تخرج لنا اي كوب بطبيعه الحال، وكتبين هنايا اللي بغينا نقولوا الحرفيه ديال 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 الستيليست. نعم. فلالا خديجه، اليوم اصبحنا كنوصلوا على القفطان، دابا حنا بقى لنا واحد تقريبا واحد شهير وشي حاجه لرمضان، باقي لنا شهير وشي حاجه لرمضان، باقي واحد شي شويه ديال الوقت وغادي يكون القفطان ديال كل سنه. هو اللي ما فكركش. وايضا كاينه مناسبه دابا، لانه باقي واحد الوقيت رمضان، مازال كاين اللي كيدير العرس دابا، كاين اللي غيديروا من بعد رمضان، فالناس كيبغي تلبس البلدي الى غير ذلك. واش انت اكثر مع لا كوب ديال لا روب، ولا على حسب لا مورفولوجي اللي بغينا نقولوا ديال ديك السيده اللي غادي تصاوب التكشيطه، ولا انهم الافضل ان التكشيطه تكون بلديه غير البنيات وكما اللي نتوجهوا معاهم في هذا الاطار هذا؟ اولا سكينه، بغيت نقول لك ان التكوين ديالي لا فورماسيون ديالي الاولانيه باش بديت الدراسه في ستيليزم فكانت متجهه للرومي، كان ستيليزم موديليزم، وكانت كان تخصص في اللباس الرجالي واللباس العصري النسائي واللباس الاطفال، فهذا كله كان اول حاجه بديت كندرس هي هذه المسائل هذه. ولكن من بعد التجأت للدراسه ديال البلدي. ولكن الوقت اللي بديت كنفصل الشكل لا فورماسيون ديالي اللي درت اللي هي الرومي، وكندخلها في البلدي. فلقيت على واحد الاقبال، وليت كندير مثلا واحد اللبسه اللي كتجي جوست اوكول السيده، لان السيدات ولاو متعطشين لهذا الشكل ديال اللباس، ما تتبغيش اللبسه تكون واسعه بزاف، ما كتبغيش ديك الفصاله ديال الزمان اللي كتكون شويه طايحه من جهه الكم. فهنا بقات عندي ديك الفكره انني نفصل على طريقه الروميه، ولكن الاشتغال ديالي بالنسبه للقفطان على الطريقه البلديه. فكيف ما كتلاحظي دائما الشكل ديالي باش معروفه خديجه الحجوجي بالنسبه للفصاله ديالها ديال القفطان وديال، فهو دائما مودرن وفيه الخرط. هذوك الخرط اللي كندير انا، فالهدف منهم ماشي انني ندير خرط وندوزهم بالخدمه، الهدف مني انني كندير فيهم دي بانس، وهذوك لي بانس كي اجوستيو اللبسه على لو كور ديال السيده. مثلا الوقت اللي كنفصل اللبسه فتماما نفس الطريقه باش غنفصل لافيست ديال السيده، اولا باش غنفصل لافيست ديال الراجل. دابا كتشوفي دوك لافيست اللي كيلبسوا الرجال كيكونوا جوست فيهم لي بانس من اللور، فيهم لي بانس من القدام، وكاينه واحد لا مونش اللي هي جوست، فنفس الطريقه ونفس البرانسيب كندير الوقت اللي كنبغي نفصل القفطان ديالي. يعني هذه الفصاله هذه ما كتموتش بطبيعه الحال، ما كتموتش، كاينه غير على حسب كما قلتي لا مورفولوجي ديال السيده. كاين السيدات كما كنت ذكرت في الحلقات السابقه، كاين دي فورم ديال السيدات، وكل سيده كنفصلوا لها القفطان على الشكل اللي غادي يجيها واللي غادي يواتيها، باش كتكون فرحانه وكتكون ملي كتلبسو كتكون سيغ ديل ومعروضه وهي مرتاحه بهذاك القفطان. نعم.
لاله خديجه، واش ما كتشوفيش بان دابا ملي كنغسلوا اللبسه الا بغينا نقولوا كما قلتي يعني في سور ميزور الا بغينا نقولوا، واش ما كتشوفش دابا بلي ولات كتجي براتيك؟ يعني ما كيبقاش الواحد كيجمع في التكشيطه الا غير كتجي لابس كسوه ولكن هي تكشيطه. بطبيعه الحال كاينه اللبسه اللي نقدروا نفصلوها وكنقدروا نديروا فيها السلسله مثلا، نديروها سو فورم دروب تكون بلي بانس من اللور ومن القدام، وكنجيو للبلاصه ديال الخدمه المعلم وكنديروا واحد السنيسله تما باش كتجي ديك اللبسه جوست وكنديروا اون سانتير، والوقت اللي كنتحزموا ما كتبقاش شويه ديال الثوب زايد من الجنيبات ولا من الظهر، كتجي ديك قفطان غوب يعني كتكون في صاله جوست، ولكن هادشي سا ديبوند لا كليونت واشنو كتبغي. كاين اللي كتبغي جوست، كاين اللي كتبغي مثلا ايشونكري، كاين على حسب الكليان اللي كتبغي، على حسب فاش كترتاح فاش كترتاح وشنو بغات. ولكن هاد الشكل هذا كيبغيوه بزاف البنات من 16 عام حتى 30 عام حتى دوك لي فام اللي كيكونوا شويه باقيين صغار هما اللي كيقترحوا علينا هاد الشكل ديال ما كتبغيش شي حاجه اللي هي بلديه، كتقول لك لا ما بغيتش انا لبسه بلديه بغيتها مودرن، ولكن ملي كنجيو خدمة المعلم كتحتم عليا انني نخدم ليها بطريقه بلديه القفطان اللي بغات شويه يكون مودرن. نعم حنا اكيد مازال موسم مازال مستمرين معك لاله خديجه، نتوقفوا للحظات مع فاصل قصير ورجعوا نستقبلوا مكالماتكم مستمعينا الكرام واسئلتكم. دائما معنا لاله خديجه الحجوجي الاجابه عليها. فقط غنبغي نذكر باللي مستمعينا غادي نحاولوا اننا نتواصلوا بطريقه احسن وبطريقه اجمل، فكيف ما سبق وقلت الاسبوع اللي فات يمكن لكم طبيعة الحال تواصلوا معنا على صفحة رسمية البرنامج على الفيسبوك وايضا عبر الارقام الهاتفية. بطبيعة الحال غيكون معنا ماشي فقط متوجات شهر كيف ما تعودتوا، ولكن غيكونوا معنا متوجات يعني كنتمنوا انه كل السيدات اللي عندهم رغبة بطبيعة الحال من المستمعات انهم يتواصلوا معنا بالحية المنزلية البغيكولاج الاقتراحات، فيتواصلوا معنا على الصفحة الرسمية البرنامج على الفيسبوك ويخلونا الرقم الهاتفي ديالهم، وايضا المستمعات ايضا يعني يمكن لهم يتواصلوا عبر الهاتف ويخلوا لنا الرقم الهاتفي ديالهم، وايضا كندعو كل المستمعات انهم يوضعوا لنا كل الاقتراحات اللي يبغيو على الصفحه الرسميه على الفيسبوك، وحنا غادي نشتغلوا بواحد النمط جميل جدا على اساس انه الصفحه تصبح يعني حتى هي برنامج، حتى هي غادي نجلس واحد الكليسه فيها غنكون معكم، غتكون معنا حتى عفاف غتكون معنا في الصفحه الرسميه للبرنامج، غادي نوضعوا مجموعه من الاقتراحات مجموعه من الافكار غنتبادلوها مع بعضنا. بطبيعة الحال غتكون فرصة باش نخلقوا واحد الفضاء ماشي فقط غير ساعة ديال البرنامج، ولكن فضاء مفتوح 7/7 24/24 اللي بغيتوا غادي تلقاو في هذه الصفحة بطبيعة الحال، وأكيد أنه منكم نتوما غنستافدوا وغادي نحاولوا نتعاونوا مع بعضياتنا. فأهلا وسهلا ومرحبا بالمستمعات والمستمعين. وبطبيعة الحال غيستمر معنا الديكور، غتستمر معنا الموضة، وغيستمروا معنا أفكار حتى نتوما إلا بغيتوا شي حاجة تكون خاصة في البرنامج، أنا كنتظر اقتراحاتكم، حنا دائما هنا باش نعطيو واحد اللمسة إضافية، واحد اللمسة جديدة للبرنامج. لحظات مستمعينا ونرجعوا نواصلوا معكم، بقوا معنا ما تمشيو فين. رجعنا لكم جديد مستمعينا الكرام على ميد راديو، مازال مواصلين ومازال مستمرين معكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكل أوفياء أنا وبكل مستمعينا، لقاءنا متواصل وإياكم مستمعينا الكرام على الإذاعة القريبة منكم ميد راديو برنامجكم. سيدتي سادتي ودائما معنا لاله خديجه الاجابه على كل اسئلتكم. كنرحب بكل الاسئله ديال المستمعات الكريمات، وكاين سؤال كيقول نبداو بهذا السؤال ديال المستمعه الكريمه فوالا القفطان، ولكن ما عرفتش شنو غتسولنا عليها القفطان، عاد نرجع لها كيستيون. لاله حنان كتقول سلام اختي سكينه نهارك مبروك، هذا قفطان خدمته بالصم عند الحزام ولكن بغيت ندير ليه الصايه لتحت، ما عرفتش واش نديرها مزوقه ولا في لون القفطان ولا واش باللون ندير. الله يخليك سولي ديال اخت خديجه ومبروك النجاح ديال ولدها، ويا ربي يكون ولدي حتى انا في حاله ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي امين يا ربي. مرحبا. هذاك القفطان بان لي مو براسو كاينه فيكتيفمون، مو برا داك اللون ديال الدجال اوبيرجين اوبيرجين وي. هاد القفطان ما كنصحش دير له صايا، دير له قفطان من تحت كامل لان الا دارت له صايا غادي من الفوق غادي يبقى يديرونجيها وغيبقى يلصق ليها هذاك المبرع على اللحمه، فمن الافضل دير له واحد القفطان من تحت بالكمام ديالو يكون ساتان ولا يكون كريب ولا يكون موسلين وتخدمه كيف ما بغات من تحت، المهم ما ديرش صايا، الصايا ما غاديش توالمها مزيان مع هاد القفطان. نعم يعني غادي لان المبرع اصلا كملي كتلصق كدير مشكل. نعم ناخذ سؤال اخر
غادي نرجع بطبيعه الحال الاسئله ديال المستمعات الكريمات. عندنا سؤال كيقول السلام عليكم اختي سكينه، انا اللي كنت الاسبوع الماضي طلبت منكم موديل تكشيطه البنت من ذوي احتياجات الخاصه، هي عندها سكوليوز وتحزيمه ولي هونش ما عندهاش، للاشاره فهي بغات توب موزونه وفوق منه موسلين، عفاكم جاوبوني وشكرا. ما نقدرش نعطيها شي موديل وانا ما شفتش السيده، يعني انا دابا قالت لك ما عندهاش لي هونش و تقدر دير لها واحد لباس سو فورم دو قندوره ولا شي حاجه، ودير لها الموزونه اللي هي معاشقاها هي علاش لا، ودير لها من تحت واحد القفيطن. انا غير كنقول انا باسكو باقا ما شفتش السيده ولا الشكل ديالها، ما نقدرش نقول لها اش في المفصله دير لها واش من ولكن تقدر دير لها سو فورم دو قندوره تكون شويه واسعه وتكون مطلقه، هذا هو الحل. يعني في الحاله ديال البنيه تلبس البنتي ولكن ديما مطلق تلبسو يكون مطلق. سؤال اخر كيقول صباح الخير عليكم، كنتمنى تكونوا على خير وبخير، عافاك عندي توب مبرة كيتجبد الاستيك، واش يجيني لبسة، بغيت نخدمه ما عجبني اللون ديالو، واش تشد فيه السفيفة واخا الاستيك، واش نقدر ندير فوقه موسلين في شيلون مغاير يواتيه. فهو اولا المبرة ملي كنديروه منه اللحم فيه المشاكل، وثانيا هاد المبرة الاستيك، تفادى هاد المبرة الاستيك ما غاديش تصدق ليها لا في الفصالة ولا في الخدمة، لان اولا ملي كنبغيو نخدمو واحد التوب كنحاولو نجبدو لا من خدمة المعلم باش كتجي فيه الخدمة مقادة، ولا من ناحية الطرز كيخصنا نديروه في المرمى باش نطرزوه، وهاد التوب لي الاستيك قد اللي حنا جبدنا قد اللي ملي كنرجعوه ما كيرجعش لا فورم ديالو الاصلية. فكنصحى انها قبل ما تحط فيه حتى خدمه وقبل ما تخسر عليه الفلوس تفاداه تشري واحد التوب اخر اللي ما يكونش الاستيك بالنسبه للبسه. نعم لانه دابا ربما هذا هو المشكل ديال التوب، تيكون الاستيك تخفي تنفض الاستيك اولا بدل التوب اللي كيكون الاستيك عنده فصاله ديالو خاصه وعنده الخدمه ديالو خاصه، ما خصناش نكثروا عليه الخدمه وفي الجباد. انا الخدمات المعلم دائما ملي كنبغيو نخدمو كنجبدو باش كنديرو القياطن باش كنديرو السفايف باش كنبغيو نطرزو ولا نديرو خدمه المعلم، فالتوب ما غيتحملش لينا هادشي وغادي تضيع فيه، اللهم تفاداه. نعم سؤال اخر كيقول السلام عليكم اختي سكينه، عافاك سولي الاخت خديجه على المرمد الجوهر، باقا درجه على الموضه وبغيت نديرها القفطان، مع شوشه ديال الصوره ديال القفطان اللي بغات قالوا ربما هي وراتنا الشكل، راه هو الشكل هادو جوج لبيسات. نعم هاد المرمى باقا دارجه، بالعكس عاد ولات على مود وكثرات والناس ولاو كيديروها بزاف جلالب، ولا بغات ديرها في قفطان هي ديرها، ولكن كنصحى انها ديرها نص طوق فقط ما تحاولش تهبطها لتحت. ولكن هي ما كتخدم باليد؟ هي هاد المرمى كتخدم كيكون جوهر وكيديروا واحد الاله، واحد الآلة اللي هي بحال المرمى اللي كيخدموا بها سفايفة المرمى، وكتبقى السيدة هي اللي كتصوب داك العقيق ولا الجوهر ولا الحجر وكتصوبو سو فورم دو راندا وابخي كيلصقوا في جلابة ولا في القفطان ولا. فالنصيحة ديالي لهاد السيدة انها ديرها نص طوق فقط، ما تحاولش تهبطها. نعم ما تهبطهاش. نعم ولكن ما ماشي هي اللي كدير باليد، يعني وهي حتى هي كتصوب باليد لان هي كتصنعها بالاله يدويه، فلا كتصوب السفيفه ديال المرمى هي كتصوبها سو فورم دو راندا، حتى هي يدويه هي، ولكن بالنسبه للبسه ما يوتاش في البسه ولا قفطان لتحت نص طوق فقط. جليلي بات ديال المرمى جليلي بات نص طوق ودور الكميمات فقط. نعم سؤال اخر كيقول السلام اختي سكينه، تحيه كبيره لمصممتنا، انا من لي فان ديال تصاميمها والذوق ديالها، وبغيتها تعتقني كيفاش نخدم هاد التكشيطه، حرت كيفاش خاصها تفصل وفين خاص الخياط يقطع الثوب خصوصا جهه الصدر، واش من فصاله تجي معاه والمضمه اللي ندير معاه، عزيز عليها الثوب وبغيت ندير له شي خدمه اللي تبينو مزيانه، لو غنحاول نكبر الثوب. فوالا واو هذا بلي بحال تشيل الا قديتي سكينه قبر لي شويه وكبري لي شويه الصوره باش يبان ليا مشات كاع نحاولوا. انا الصراحه جاني ديال لي روب اكثر من ديال التيشيرت. هذا التيشيرت روب سي ان تول بايتي، هاد لو تول هذا كله منبت كله منبت، وبصراحه هو صعيب شويه في الفصاله، ولكن خصها شي فنان شي فنان اللي غيفصلها هاد القفطان مزيان باش يجيها على الشكل اللي هي ملبسه للمانكا. انا فيه ان كوتي امبريمي ومطروز وواحد لو كوتي خاوي،
فكنقترح عليها تدي لشي خياط اولا شي ستيليست اللي تكون زعما اللي غادي يكون غادي يفصلوا لها مزيان حيت شويه فيه المشاكل هاد الثوب هادو. نعم يعني وربما حتى بالنسبه لي غوب يعني ملي كنديروا دي غوب سواغي ولا شي حاجه بحال هكذا كيفضلوا ان الثوب يكون خاوي وهما يعمروا اولا ينبتوا ملي تكون هكا الثوب مشري من البس كيكون صعيب يتفصل. هذا الحل انا غادي تقدر دير القطعه في لاطاي غادي تفصل غدير القطعه في لاطاي وغتاخذ داك الطرف اللي هو مخدوم كله غادي ديرو في الصدر وفي الكمام وهذاك الطرف اللي فيه شويه ديال البيرلاج غادي ديرو من التحت ولكن غادي تحاول بالبيرلاج تخدم نفس الطريقه فوق الثوب باش يجي كله بحال كله مشري بحال هكاك يعني وشويه صعيب ولكن الثوب زوين ما عندي ما نقول. نعم ناخذ مكالمه معنا اللحظه لالا لطيفه من ازمور. مرحبا لالا. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. كيداير لاله لاباس عليك؟ الله يطول عمرك لاله بارك الله فيك. الله يحفظك اختي. الله يحفظك. مرحبا لاله. مرحبا لاله الله يبارك فيك. الله يطول عمرك. بغيت نسولك اختي الله نسول اختي خديجه تزوج الله يعطيك الصحه شحال شفتك. مرحبا لاله. بارك الله فيك. عندي واحد الخطاطين كوا ديك عندي في الخياطه قديمه شويه بالذكيره الخياطه والعقيده الحار. اييه. وختي وعدي ذاك المبرد زوينه ما شفتش عليا ما عرفت غندير لهم واش نطرزو او واش ندير لهم خيط ونطيب. دابا بالنسبه للقفطان اللي عندك فيه العقيده والضفيره رقيقه. العقيده رقيقه والعقيده رقيقتين صغار. اها بغيتي تعاوديه بالخياطه؟ نعاود واش نحيد الخياطه او ما عرفتش. غادي تحيديها كامل هذيك الضفيره القديمه والعقيده الرقاقه غتحيديهم كاملين وغادي ماشي مشكل راه تقدي تقطعيهم بالمقص لما بغيتيش تفضقي غتقدي تقطعيهم بالمقص وغتعاودي له واحد السفيفه. الخياطه ما تخليش. نعم لاله. مع الخياط دابا ملي تيبغي تيحل لك الخياطه نعرفو. لا قول له يقطعها غير يحاول لما كان شعريضه بزاف يحاول يقطعها باش ما تجيكش واسعه بزاف من جهه الكول وقطعيها حيديها وعاودي وحده اخرى جديده سفيفه اخرى وعقاد جداد. واخا عندي فيه الخراط. الخراط غيحيد لك غير داك التراسن اللي كاينين في الخراط ويعاودهم لك بنفس الطريقه اللي خدم لك بها هذاك القدام بالعقاد. زعما الخراط كاين مازال لامود بغيت نسولك الله شنو اللي باقي لامود؟ الخراط زعما مازال لامود كاين مازال لامود هي علاش لا مازالين المهم انت غتبدلي لها الخياطه باش تقدي تلبسيها وتستافدي منها واحد بعد الايام. بالنسبه للمبرة ياك بالنسبه للمبرة اللي عندك قلتي لي مبرة تركواز. نعم مبرة تركوازة لالا ياك؟ نعم غادي ديرها قفطان ديرها كيف ما بغيتي قفطان ولا جلابة الحضور ولا قفطان بالاحزام ولا ودخلي فيها شوية ديال السقلي. نعم مرحبا مرحبا نرجعوا لمدينة الدار البيضاء ومعنا لالا لمياء. لالا لمياء مرحبا بك. اهلا وسهلا لالا. ميرسي ابو لالا تفضلي مرحبا. إلا كان ممكن لالا لمياء قرب عافاك للتليفون باش نسمعوك مزيانة ما كنسمعوش. بيان سيغ اوكي دابا مزيان تفضلي. الوغ بونجور كومبجور. مرحبا لالا مرحبا. سيغ اوكي انا بغيت انا دي زيفينمون في لاسوسيتي في رمضان كنديروا واحد الفطور في لاسوسيتي وفكرت بغيت ندير ان جيلي يكون سالتو روميه مي بحال فيه طريزات وديك الشيء توش ماروكان. La différence c'est que je suis femme voilée et je suis quand même grande de taille. Oui. Ce qui fait bref me dire si tu suis le régime vieux. Moi je me dirais sans manche avec manche. Parce que je suis deux modèles, j'ai joué une troisième semaine. On m'a sans manche, une troisième j'ai bien donc je vais battre ça. Et c'est une troisième taille. تقدي ديري هذا الموديل ماشي مشكل تكوني لابسه الرومي كله سروال والفوق اون شوميز ولا اللي بغيتي وغادي ديري سو فورم دو فيست تكون بلي بانس من القدام من الظهر ومن القدام وديري بعقيدات ولكن ما تشديش ما تحاوليش تشدي هاد لافيست تخليها محلوله وغترزيها من جنيبات بجوج ديري فيها انتوش ماروكان يا اما بطرز رباطي يا اما بخدمه المعلم وديري فيها البيرلاج وشويه في لي مونش وغتلبسيها فوق دوك الحوايج ديال الكروميين وغتحضري بها من داك الشهر الرفيع. مرحبا لالا بكل فرح اهلا وسهلا مرحبا. نمشيو هاد المره عند لالا كوثر دائما من الدار البيضاء. مرحبا بك لالا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. معك كوثر من الدار البيضاء. اهلا وسهلا لاله كوثر. السلام عليكم السكينه اختي لاباس عليك. الله يطول عمرك لاله بارك الله فيك. بغيت نعم مصممه خديجه حجوجي. مرحبا. وي خديجه تبارك الله عليك كنستافدوا منك بزاف. الله يبارك فيك. الله مرحبا. الله مازال من التالق ان شاء الله. يا ربي امين شكرا. عندي واحد الثوب دغا
سيل سيل وبغيت نخيطو بالتعصاب ودرت لي شويه الحجر. نعم. واش هادشي مزيان غيجي معاه ولا لا؟ قولي لي لو دغا كريب دغا دو سوا شنو دغا؟ دغا كريب وي. دغا كريب يعني فيه فاس مات وفيه فاس بريونت. غادي تخدميه دابور في الفاس المات. ايه. وغادي تخدمي اي حاجه بغيتي تخدميها غتخدميها فيه. بغيتي الطرز، بغيتي خدمه المعلم، بغيتي الراندا، بغيتي البيرلاج، اي حاجه كتواتي في هاد الدغا هذا اللي غتخدمي به. غير حاجه وحده انك تخدميه في الفاس مات ماشي في البريونت. والتعصب دابا دار في الموضه التعصب. ايه تقدري ديريه الا كان شهوتك في التعصب ديريه، ولكن ضروري تدخلي شويه ديال الحجر البيرلاج. دار الحجر دار. نعم. بركة. وعندي واحد عندي واحد تكشيطه عندي الصاري في التيقوا ودرت ليه بغيت نخيطو كوب غوب ونديرو بالصم والعقيدات يجي مزيان. هو دائما الصاري مخيط راسو ما عندك ما تزيدي فيه، هو الصاري كيتحتم عليك انك تفصليه فصاله مزيانه فقط. مي هو دائما الصاري كنلاقيو دوك الجوج ديال لي بوند لي فيه وكنديرو لهم قياطن اولا تريسنات وكنهبطهم بعقيدات فقط. بس الفصاله اللي غادي تركزي عليها فقط. مرحبا لاله بكل فرح. اهلا وسهلا. ناخذوا معنا لاله سميره من طنجه. مرحبا بك لاله سميره. مساء الخير اختي سكينه. مساء النور ديالنا. الله يحفظك. مرحبا بالاخت والفنانه ديالنا خديجه حدوجي. ربي يخليك لاله. مرحبا. كلامي الحار والاعجاب ديالي بها وحبباتنا في اللباس المغربي. الله يبارك فيك لاله. ان شاء الله. ربي يخليك لاله. شكرا. وعرفتي لاله سميره انتم حبيباتكم انا غادي تنقص وانا كنتشهى زعما راه الا تبعت راسي راه غادي نقفرها مزيان. كنحسدوك ما شاء الله لان كتستافدي ما شاء الله زعما. الله يحفظك. ربي يخليك لاله. شكرا. بيك لاله. مرحبا بكم الخير. الله يطول عمرك لاله. كل ما تمنيتو ان شاء الله. يا ربي امين. الله يخليك لاله. خديجه عندي واحد الاشكاليه. نعم. كنميل بزاف للبساطه ولكن كنبغيها بشياكه. نعم. يعني الا قلت لك هاد الحجار وهاد الشيء كامل اللي كاين دابا في السوق ما معمرش عيني دو تو. ايه. وكنميل شويه لاحظت مثلا اني كنميل للصاله مخزانيه. ايه. وكنبغي بحال اللي قلت لك تكون بسيطه ولكن بواحد الشياكه بواحد لاكوندور. نعم. دونك الله يكثر خيرك. انا درت الدوره في السوق بان لي الاحجار بان لي الالوان بان لي الاشكال ولكن حتى حاجه ما قنعتني. نعم. كنفكر دابا شي حاجه مخزانيه الا كنتي توافقي لي عليها. نعم. كنتي تعطيني زعما تبيني لي الحجار ولا هذا بشي طريقه اللي هي مزيونه وما ديموداش. يا مرحبا. غير قولي لي شنو بغيتي بالضبط؟ واش جلابه قفطه نبصه؟ تكشيطه باردون. بغيتي تكشيطه؟ نعم نعم. اياه لاله. فا اياه علاش لا لاله؟ الفصاله المخزنيه راها باقا دارجه على الموضه. الخدمات المعلم اللي بلا حجر باقا دارجه على الموضه. يعني هذا الشيء كامل راه دارج على الموضه. حنا غير كاينه واحد الصيحه ديال البيغلاج المزونه ديال اي حاجه كنبغيوها تكون كتبري صيحه ديالها ما عرفتش واش غادي تبقى او لا ما تبقاش ولكن تيبقى دائما الاصل هو الاصل. فهي علاش لا لاله؟ تقدري ديري واحد اللبسه من الكخيب وتقدري تخدميها بالخدمه ديال المعلم مثلا بالكوزه والدولار والدبانه وتفادي الحجر نهائيا وتخدميها بالتزايري ونص وديري واحد العقيدات فغتكون لبسه هائله جدا وغتكون لبسه اللي مخزنيه اللي انت بغيتيها وما فيهاش الحجر. ما فيهاش الحجر. لان ديجا عندي وحده لا خديجه وقلت زعما بغيت نغير نمشي للحجر ولكن لقيت في نفسي ما كاينش ذاك الاقتناع لان خفت ندخل بواحد البيجي اللي هو غالي. لا 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 عام ولا في عامين. ما صافي ما مايلاش الحجر ما ديريش الحجر. انا عطيتك ديري خدمه مخزنيه سفايف. انا كاينين سفايف اللي باقي الان دارجين على الموضه. السفيفه البلديه ديال الطرف اللي ما كتباعش بالمتر كتباع بالطرف سيغ كوموند كتخدم باليد. فهذيك الا شديتها وحطيتها في واحد اللبسه ديال الحرير اولا ديال الكريب فغتجي هائله جدا. ماشي ضروري نديروا الحجر باش نتسماو اننا لبسنا لبسه في واحد الحفل. نعم. غادي ناخذ واحد السؤال كيقول اختي سكينه المستمعه اللي سولتنا على القفطان المبرى واللي اقترحتي عليها لاله خديجه انها دير لتحت قفطان. هي كتقول اختي سكينه واش القفطان ندير في اللون ديال هذاك القفطان واش نقدر نديرو بلا كمام حيت الكمام ديال القفطان عندي مقبوطين يعني هنا الكمام عندها دايره لهم السير مخملاهم به. وكتقول اختي سكينه انا باش تعرفيني. مرحبا لاله. الله يحفظك حتى انت راكي عزيزه وعزيزه بزاف. فوالا اللبسه هي القفطان. القفطان اللي غدير ضروري ديرو بالكمام.
الكرطال التحتاني ضروري ديروا بالكمام، لان كنت قلت شحال هادي ان المبره ملي كتلصق على اللحم راه كديرونجي السيده وكتبدا ديك المبره كدور كدور، والسيده محدايه جالسه وهي كتعرق وهي كتبقى تنضرب هذاك. انا هادشي كنقولوا لها عند تجربه، فدير قفطان بالكمام يعني واخا عندها الكميمات مجموعين دير دير التحتاني مقبوط على اليد جوست ها، ويكون يكون اون موسلين ولا اون ساتان ولا ولا اون كريب كيجليسي باش ما تلقاش مشكل في المبره. نعم. سؤال اخر كيقول سلام، بغيت نسول المصممه واش ضروري نعمل العقيق في الكمام والقب الا كنت عملها في نص السوق، شكرا بزاف انا ام انور. هذه بالنسبه للجلابه ربما هي حره، بغات ديرو في الكمام وفي في القب ديرو، ما بغاتش تخليهم هكاك، ولكن الطوق راه مخدوم مزيان بالحجر. اش لا ناخذوا معنا لالا ناديه من مكناس. مرحبا. مرحبا لالا ناديه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. الحمد لله، الله يطول عمرك بارك الله فيك. الحمد لله. لالا خطيك كيدير مع صحيحه؟ الله يحفظك خديجه، لاباس عليك؟ مرحبا لالا، الله يطول عمرك، الله يبارك فيك لالا، الله يطول عمرك لالا، الله يبارك فيك وبال وليداتكم ان شاء الله. الله يجازيك بخير، بارك الله فيك حبيبه. بغيت نسولك، عندي واحد جلابه نعم بالجيم البلو دي وفيها واحد شويه ديال الباج اون غايغ. شنو تقترح عليا باش نخيطها؟ هذه قلتي لي جلابه ديال الجين ياك؟ الجيم ديال الجيم ولا ديال الجين؟ لا الجيم، ولكن اللون ديال الجينز الازرق. نعم لون الجينز. قلتي لي فيه جوج الالوان وفيه دي غايغ في الباج. اها عم غادي تخدمي هذا مخيط راسو، هذا التوب ديال الجيم غادي تخيطيه بالراندا، غديري له الراندا وديري الارض ديال الجيم الزرق، وزوقات غديريهم باللون ديال الخطيطات اللي كاينين في الجيم اللي هما باج. نعم واضحه لالا؟ لالا ناديه واضح. ندير انا المسلول، جهودي في المسلول ما كنظنش يجيك. ما عرفتش لالا المسلول ما عرفتوش، ما يعني واش طرز طرز سلان ديال الزم التوب كتخل التوب وكيتخدم اييه. الا كان المعلم غيجي نصطوق ديريه، اما انا كنقترح لك انك ديريه راندا، ما بغيتيش ديري هذا الطرز، المهم ها الالوان اللي غادي تدخلي الزرق والباج. نعم مرحبا. مرحبا بلالا، اهلا وسهلا. نمشيو هذه المره لاكادير ام انس. مرحبا بلالا ام انس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. لاباس عليك؟ الله يطول عمرك لالا، بارك الله فيك. مرحبا لالا، الله يطول عمرك، الله يبارك فيك، ربي يخليك، الله يبارك فيك، شكرا. الله يجازيك بخير. عندنا واحد التوب المبر هو بليغيوغ، هو مبره مشرطه. ايه وفيها واحد الغيوغ بالكحل وواحد الريور عاوتاني بالكري هو ارجنتي. ايه بغيت ايه واش نديرو قفطان او نديرو جلابه هكذا للمناسبات؟ بغيتي ديري قفطان حتى هو للمناسبات للحضور؟ قلت اما قفطان واما جلابه. ايه تقدري ديري قفطان، علاش لا ديري قفطان. عادي تخيطيه بالارجنتي، فيه واحد الخطيطات بالارجنتي. وفيه حتى داك لونوار ماشي داك لونوار زعما غير انوار، انوار دوغي يعني داك الكحل في الارجنتي. اذا غادي تخدميه بالارجنتي، لان غالب علينا دوك الخطيطات يحتموا علينا اننا نخدموه بالارجنتي. تخدميه واحد زواقه بلديه ولا تخدميه بالسفايف ولا تقدري ديري جهه العقاد والسفايف واحد تقدري ندير فيه شي زواقه. اييه تقدري ديري واحد زويويقه اييه في الجنيبات بجوج ديال الصدر، وتقدري ديري فيه حتى شويه ديال البيرلاج بالارجنتي والسفايف بالارجنتي وحزيم حتى هو. والله يجازيك بخير، سمحي لي مرحبا. عندي واحد تكريطه دو بياس الحرير. اييه هي الارضيه ديالها بحال سيمون كروفيت. اييه وداخل فيها شويه ديال الموطارد وشويه ديال لو فيغ. اييه وما عرفتش كيفاش نخيطها. واش هاد الالوان بجوج كاينين في القفطان الفوقاني وتحتاني ولا تحتاني؟ يعني كيف كيف بجوج، والدفينه فيها واحد بحال دي دولار هما في السومو ولكن دوغي. غادي تخيطيها نقترح عليك تخيطيها بالحرير، ما تدخليش فيها السقلي بالحرير، وغديريها يا اما بالسفايف بلديين بالحرير اولا ديريها بواحد دبانه
والسفايف بالحرير، ما تحاوليش تدخلي فيها السقلي. داكشي اللي قلت انا نيت فقط، ما تجيش تخو شارجي. لا ما غاديش تخو شارجي، لان لامبريمي في الحقيقه بجوج البياسات كيجي شويه شارجي، ولكن لا بغيتي تخليهم بجوج غادي تديري لون واحد من الالوان اللي 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 كثار فيها، هو اللي غادي تخدمي به داك الحرير ديال الدبانه اولا ديال السفايف. نعم مرحبا لالا بكل فرح. نمشيو ناخذوا معنا مكالمه اخرى. لالا ساميه من دار البيضاء، مرحبا بلالا. اهلا وسهلا لالا ساميه، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. معايا سكرينه. مرحبا بلالا. بارك الله فيك كثير، لاباس عليك؟ الحمد لله الله يطول عمرك. كثير الاخت خديجه لاباس عليها. مرحبا لالا، الله يبارك فيك. بارك الله فيك، بارك الله فيك. تفضلي. الو. تفضلي لالا ساميه كنسمعوك. بغيت واحد الاستشاره من لالا خديجه لاباس على خاطرك. تفضلي بطبيعه الحال. عندي واحد الثوب مبرا حرير. وبغيت انا نقول لك شنو الخدمه اللي بغيت ندير فيه، وانت غتقولي لي رايك واش فيه ولا لا. عندي هذاك الثوب مبرا حرير، هو في بلون كاستي شويه جاي للباج، وبغيت ندير فيه سلسه ديال الطرز الرباطي. ايه. وندخل عليه شويه ديال العقيق الالوان. والحجر حتى هو. وهاد الطرزه غتكون فيها البريد بزاف. ايه. كسميته. وبالنسبه للحزام واش نديرو من الثوب ولا يعني ناخذو صمطه؟ وبالنسبه للتحتانيش شنو التحت يعني اللي غيكون لتحت، شنو رايك اي ثوب ندير ليه؟ واش مزوق ولا نديرو سامبل؟ نعم لالا، بالنسبه للمبره اللي عندك بلون كاسي ولا باج، هاد المبره سي سيغ غتكون كتبين. غادي ديري لها تحت منها واحد القفطان اللي يكون شويه غليظ في اللون ديالها، ما ديريهش ملون، غديري في اللون ديالها اولا في الذهبي اولا على حسب شنو غتدخلي انت، واش تقلي بيض اولا تقلي صفر. ثانيا بالنسبه للطرزه اللي غادا ديري، غطرزيه مزيان وتهبطيها سلطه، وكنصحك ديري البيغلاج بالذهبي فقط اولا باللون باش غتخدمي سوا صاري سوا ارجونتي. وبالنسبه للحزام غتخدميه بنفس الطريقه اللي خدمتي بها القفطان، وما تكثريش كثره الالوان باش هاد هاد التويب بان لي اللون ديالو زوين واللون ديالو شريف، ما تكثريش فيه كثره الالوان. غديري البيغلاج بالذهبي فقط اولا الارجونتي الا كنتي غادي تخدمي بالارجونتي. نعم لالا خديجه شكرا جزيلا لك، ما سخيناش بك كالعاده، كتمر معك ساعه طايره. لا سكينه. كنشكرك بزاف وشكرا على كل المعلومات اللي تقسمتيها معنا، واكيد انه موعد متجددك باذن الله الاسبوع ان شاء الله. الله يخليك على خير. شكرا سكينه. مرحبا. شكرا للطاقم اللي ترافقنا والمستمعين والمستمعات، وسمحوا لنا الناس اللي حاولوا يتصلوا ما شديناهم، ان شاء الله يحاولوا الاسبوع المقبل، الله يخلينا على خير وشكرا. مرحبا بلالا خديجه، مشكوره جزيل الشكر، ومره اخرى الف مبروك. كنشكر علم الإدريسي رفقتنا اليوم في الإخراج سميحة شوي، استقبل مكالماتكم. شكرا لكم مستمعينا على حسن الإصغاء والمتابعة، كنتمنى لكم شهية طيبة، دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.